دكتور عبد اللطيف المر، استاذ الصحه العامه بجامعه الزقازيق. اهلا بيك يا دكتور. يا صباح الفل يا مها، ازيك؟ اهلا بحضرتك يا فندم وصباح الورد. وفي البدايه هذه الحمله، يعني من وجهه نظر حضرتك دلاله التوقيت ومدى اهميتها؟ في الحقيقة الحملة دي من أولها، من مش من النهاردة بس، حملة 100 مليون صحة طبعا. دي كانت من أحد الحملات الجميلة جدا، يعني حتى عملت صدى كبير في العالم الوقائي، يعني أو في عالم الصحة العامة، لأن يمكن كانت أول مرة نعمل حملة كبيرة تضم الشعب كله أو أصحاب الأمراض. كان الهباتيتس كانت أساسا الهباتيتس أو الالتهاب الكبدي، وقامت بعلاج حوالي مليون واحد أو أكثر من مليون مريض مزمن، فدي حقيقة كانت حاجة جميلة جدا. وابتدت بعد كده عشان تشمل أصحاب الأمراض المزمنة، بتكتسب أهميتها دلوقتي إن أصحاب الأمراض المزمنة هم يعني أهالينا الكبار كلهم، هم أكثر الناس مصابين بكوفيد وأكثر الوفيات، زي ما قالت وزارة الصحة أول امبارح في التصريح. حوالي 95% من اسباب الوفيات من كوفيد هم بيكونوا مرتبطين، يعني ناس عندها كوموربيديتي او ناس عندها امراض مزمنه زي السكر زي القلب زي الربط، وبالتالي بيجي كوفيد بيلاقي مناعتهم ضعيفه، وهم دول اكثر المصابين، سواء اللي عندهم اعراض جانبيه او اللي بيحصل لهم وفيات لا قدر الله. اذا بتاتي المبادره، ومش المبادره بس، كمان بتاتي فتح العلاج في لاصحاب الامراض المزمنه والقوافل العلاجيه. أنا بشوف إن دي خطوة جميلة جدا، حقيقة كانت متأخرة شوية، لكن زي ما بنقول دايما أن تأتي خير متأخرا خير من لا تأتي، لأن جميلة إن الوقت دلوقتي إحنا فيه يعني تقريبا في ذروة من كوفيد اللي هي بتأثر على كبار السن، فالاهتمام الجيد من وزارة الصحة بكبار السن وعلاج الأمراض المزمنة ومتابعتهم دي خطوة جميلة جدا، بنأمل إنها تستمر، وعلشان نقضي على واحد من أهم أسباب الوفيات اللي مزودة أسباب الوفيات في مصر شوية من كوفيد ومقللة نسب الشفاء. فالتعاون أو الاهتمام بكوفيد بالأمراض أصحاب الأمراض المزمنة من أهالينا هيحسن إن شاء الله نسب الشفاء ويقلل نسب الوفيات إن شاء الله. دكتور عبد اللطيف، في نقطة تانية كمان مهمة، وهي التعامل مع يعني أصحاب الأمراض المزمنة والمستشفيات اللي فيها بالفعل مصابين بكورونا، يعني أعتقد أنه هيكون في خطورة أنه يكون في الاختلاط في نفس المكان. عندك حق، وبالتالي المفروض على الورق بالمناسبة النظام معمول كويس، بس أنا بناشد أهالينا كلهم بنلتزموا بالمنظومة المحطوطة، يعني دلوقتي المفروض أن على الورق او الخطه اللي موضوع حقيقي صح، انه الناس اللي عندها امراض مزمنه هتدخل من ممرات امنه او ممرات مالهاش دعوه بكوفيد، هتدخل في باسوي او مسار لوحده مالوش دعوه بالامراض المزمنه، هيدخل عنده الكمامه اللي لابسها مرتديها، الدكتور عارف كويس قوي، مش هيكون الدكتور ده مرتبط بكورونا، يعني الدكتور نفسه مش مرتبط بعلاج او انفولفد او متضمن في علاج كورونا، والمريض داخل في مكان مالوش دعوه بكورونا. فالكلام اللي على الورق مفيش خوف ان شاء الله انه يصاب بكوفيد، بس دايما زي ما بقول دايما الشيطان يكمن في التطبيق. انا بناشد الاخوه مدراء المستشفيات والاخوه الاطباء، واهم من ده كله المرضى، انهم يلتزموا بالتطبيق، لانه بلاقي بعض المرضى بيتكلبوا او بيبقى يعني عايز اقول اللي هو يعني عايز بسرعه شويه او عايز حاجته تبقى قبل غيره، او الزحام ده انا مش عايز الزحام حرصا عليه، يعني هدف المبادره انه اقلل نسب الوفيات، انا مش عايز لا قدر الله المبادره تنقلب من تقليل نسب الوفيات الى الناس تزدحم والناس تروح من غير مواعيد والناس تروح تعمل طوابير زحمه، هيبقى المسار مش مظبوط، لا انا عايز تتطبق بطريقه احترافيه ويكون المواطن هو نفسه عارف صحه نفسه ويلتزم بالاجراءات الاحترازيه بتاعه كوفيد، ومعاه اخواتنا الاطباء اللي برفع لهم القبعه كلهم في كل مكان، اللي عاملين ملحمه حقيقي كل الشعب المصري فخور بيهم، فانا عايزهم يهتموا بابائنا وامهاتنا من كبار السن، لان هم ديفنتلي الاكثر عرضه لمخاطر، مش بس كوفيد يا فندم، كوفيد اقل خطوره من امراض القلب، كوفيد اقل خطوره من امراض السرطان، يعني الامراض المزمنه دي خطيره وبتفتك باهالينا كبار السن اكثر كتير من كوفيد، انما جت كوفيد مع الامراض المزمنه بيبقى بقى دبل، او المخاطر بتبقى دبل هنا. وعشان كده انا مبسوط بالمبادره دي، بس بقى ناشد بتطبيقها بطريقه صحيحه، وبقى ناشد بتوفير برضه العلاج، العلاج يكون مع منظومه 105، يعني مش المريض ما يروحش المستشفى يدور على اماكن، لا المريض هيكلم 105، هيكون في اطباء يعملوا ترياج، الترياج ده هيوديه لاقرب فرصه اذا كان مصاب، اقرب مستشفى اذا كان مصاب بكوفيد، عشان ما يحصلش التحام وما يحصلش بعض المرضى اللي شفناها في التوك شو
بالليل شفنا كتير من البرامج جايبه نعم. الناس بتلف على المستشفيات، احنا عايزينك المنظر ده يختفي عشان نرفع زي ما بقول من نسب الشفاء. الحمد لله حتى هذه اللحظه اعداد دكتور عبد اللطيف، يعني بدا مؤخرا يبقى في اخبار من بعض الدول زي مثلا روسيا بتتكلم عن ان هم تقدموا فيما يخص الابحاث اللي فيها اللي بتجرى لايجاد لقاح لكورونا او لفيروس الكوفيد 19. ايه احدث الاخبار؟ لا، هو اللي بيتقال في روسيا يا فندم او الاخبار اللي رشحت من روسيا علاج وليس تطعيم. اذا في علاجات كتير طلعت واحدثها او الاكثر المبشر الاكثر دلوقتي بتاع علاج روسيا، لكن انا دايما كاستاذ متخصص في الوبائيات او في الدراسات الطبيه ما بقدرش احكم على حاجه الا من نتائج. شفنا كتير الهلومه الكبيره جدا اللي اتقالت على هيدروكسيكلوريكين، والهلومه اللي اتقالت على ايبافين، والهلومه اللي قالت على اسيتامبين، يعني ادويه كتير صاحبها كلها حاجات تجاريه او حاجات لسه غير موثقه. فلغايه اللحظه دي ما فيش علاج مخصص ضد كوفيد، يعني علاج يقول ده يعالج كوفيد، لا ما فيش حتى ولا العلاج الروسي الا ما نشوفه. انما في علاجات بتتعامل بسرعه مع الاعراض بتاع كوفيد، اللي من اهمها بالمناسبه التجلط، تجلط الدم اللي بيحصل ده من اسباب المخاطر، وده اللي خلى الحمد لله في الفتره الاخيره الدكساميتازون هو عقار رخيص ومعروف انه بيلعب دور مهم جدا في تقليل الوفيات في الحالات المتوسطه، ما هياش البسيطه، بأكرر واؤكد مش البسيطه، يعني الراجل اللي معزول في البيت او الست المعزوله في البيت لو خدت الدكساميتازون ده وبيحصل هيبقى خطر عليها، لان انا تهمني مناعه البني ادم، مناعه الانسان دي الحمد لله بتحمي من حوالي 80% من المرض. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور عبد اللطيف المر، استاذ الصحه العامه بجامعه الزقازيق. ويعني كل اللي بقينا ان احنا نعمله الفتره دي هو ان احنا دائما يعني نتغذى التغذيه السليمه وناخد الفيتامينز المطلوبه طبعا تحت اشراف الطبيب لتقويه المناعه، ان احنا نعمل على تقويه جهاز المناعه.